من الأشخاص أصيبوا جراء قصف الطائرات الحربية بلدة المليحة بالغوطة الشرقية بريف دمشق. في غضون ذلك دارت اشتباكات بين قوات النظام والمعارضة على محيط المرصد 45 في الساحل السوري. في ريف دمشق ومن جبهات متعددة تحاول كتائب المعارضة استهداف قوات النظام. بالنسبة للنظام فإنه يعول بالدرجة الأساس على سلاح الجو. صحيح أن قوات المعارضة تحاول ما أمكنها صد الطائرات كما في هذه الصور من الغوطة الشرقية، لكن عدم وجود الصواريخ الحرارية التي تتبع الطائرات يضعف من قدرات المعارضة على إسقاطها، وهي تحمل معها الموت اليومي للسوريين. في المليحة بريف دمشق ومنذ نحو أسبوعين كتائب المعارضة تحاول التقدم باتجاه نقاط تتمركز فيها قوات النظام وتطلق الصواريخ وتشتبك. والمليحة ذات أهمية استراتيجية لأنها تعد بوابة لدمشق، فهي هدف يومي للمعارضة. 23/4/2014 غارة جوية على وسط البلدة. استهداف النظام المليحة بعدة غارات اليوم أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، كما ودع السوريون عائلة كاملة دفنت تحت أنقاض منزلها بعد قصف جوي. في دوما كذلك بريف دمشق شنت قوات النظام غارات جوية، لكن كتائب المعارضة تحاول التقدم من جهة أخرى في الطريق بين دمشق وريفها أو ما يعرف بالمتحلق الجنوبي، إذ دارت اشتباكات متقطعة في حي جوبر وزملكا من دمشق وريفها إلى الساحل السوري. كتائب المعارضة والنظام في حالة كرل وفر على المرصد 45. هذا المرصد المهم عسكريا، تارة يقع في يد المعارضة وأخرى يستعيده النظام، والأكيد في الأمر أنه لم يكن لأي منهما منذ نحو شهر، فالأمر بين كر وفر. تستهدف المعارضة المرصد وتحاول التقدم في جبهة الساحل، بينما يحاول النظام بكل قوة حماية أكبر خزان بشري له في الساحل. معنا من ريف دمشق براء عبد الرحمن مراسل شبكة سوريا مباشر. سيد براء، آخر الأنباء الواردة إليكم في ريف دمشق. مرحبا. الحقيقة لليوم 22 على التوالي من الحملة العنيفة من قبل قوات النظام، اليوم الحقيقة مشهد مؤثر ومؤلم جدا تعودنا عليه داخل بلدة الغوطة الشرقية. دوما والمليحة البلدتان الأبرز في الغوطة الشرقية الريف الدمشقي تعرضتا لأكثر من 20 غارة جوية منذ ساعات الصباح الأولى وحتى هذه اللحظات فقط. دوما كان أكثر من 8 غارات متتالية راح ضحيتها أكثر من 5 شهداء حتى هذه اللحظات، وأكثر من 20 جريحا تم إسعافهم للنقاط الطبية المجاورة، وأيضا تم استهداف الأبنية السكنية المأهولة بالسكان وبعض المحلات التجارية التي قصدها بعض المارة والمدنيين لقضاء حوائجهم، وأيضا بلدة المليحة التي شهدت 15 غارة حتى هذه اللحظة استهدفت منازل المدنيين، وكان هناك مجازر بحق عوائل بالكامل تم دفنها تحت هذه الأنقاض الأبنية التي تم تدميرها جراء إلقاء الصواريخ الفراغية شديدة الانفجار. مشهد إنساني مؤلم للغاية في ظل أيضا نقص أدوية ونقص معدات في الكادر الطبي والنقاط الطبية التي تشتكي بنقص حاد بجميع الأدوات الطبية والمستلزمات الطبية. إذا ما تكلمنا على الصعيد العسكري، هناك اشتباكات عنيفة منذ ساعات الصباح الأولى تشهدها بلدة المليحة من عدة محاور، أهم هذه المحاور الاستراتيجية والتي تعتبر بوابة دمشق وتعتبر خط دخول وممر وحيد لقوات النظام نحو بلدة الغوطة الشرقية، هو مجمع تاميكو أو المعمل الأدوية المسيطر عليه من قبل الفصائل المعارضة المسلحة، وأيضا إدارة الدفاع الجوي الاستراتيجية والتي يسيطر عليها جيش النظام. هنا تتركز الاشتباكات وتتركز القصف العنيف من قبل قوات النظام على الجبهات الساخنة في بلدة المليحة. حتى هذه اللحظات لا نستطيع القول أن قوات النظام تقدمت، على العكس تماما، كان هناك تدمير لعدة آليات في 24 ساعة الماضية أعلن عنها مصدر رسمي مسؤول في الجيش الحر، وكان هناك نسف لعدة مباني ولم تستطع قوات النظام الحقيقة حتى هذه اللحظات التقدم. شكرا. أشكرك براء عبد الرحمن مراسل شبكة سوريا مباشر، كنت معنا من ريف دمشق.
أعلن جهاد اللحام رئيس مجلس الشعب السوري أن المحكمة الدستورية العليا تلقت طلب ترشح النائب ماهر عبد الحفيظ حجار لانتخابات الرئاسة السورية. وهي الانتخابات التي يفترض إجراؤها في 3 من يونيو حزيران المقبل. يذكر أن الحجار خريج كلية الأداب قسم اللغة العربية ومن مواليد مدينة حلب، وهو عضو في اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين، وكان أمينا لحزب الإرادة الشعبية المعارض عام 2012، وهو عضو في كتلة الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير المعارضة في مجلس الشعب. نبقى في سوريا، حيث قال المجلس الإسلامي السوري إنه يعمل مع أهل العلم والدعوة في البلاد من أجل إيجاد مرجعية شرعية تهدف إلى توحيد وتوجيه وترشيد مسيرة المجتمع السوري في كل جوانب الحياة على أساس من مبادئ الإسلام وشريعته السمحة. قال المجلس الإسلامي السوري في بيان له إن المجلس يؤكد على تعظيم حرمة المسلم وتجنب تكفيره بذنب واتهامه بفسق أو بدعة. وأضاف المجلس الإسلامي السوري أنه لن يألو جهدا في التكاتف مع الشعب السوري في جهاده وثورته ضد الظلم، وأنه يعتبر إسقاط النظام الظالم من أول أولوياته. وختم المجلس بيانه بأنه سيساهم مساهمة فاعلة في صياغة دستور راشد لسوريا يحفظ العدالة والكرامة وحقوق الجميع ويمنع الاستبداد والظلم.